بنتكلم على مشكله اجايه، يهمنا برضو نعرف الجوانب الخاصه القانونيه بهذه المشكله. خلينا نروح لخبير اللوايا استاذ محمد بيومي، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا فيك شيخ، اخبار حضرتك يا استاذ محمد؟ كله تمام؟ الله يخليك، تحياتي ليك ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ محمد. مشكله اجايه يمكن بقى لها فتره والاهلي بيحاول يتواصل مع اجايه، كان موجود في قائمه الانتظار، وبالتالي النهارده اجايه بيتقدم رسميا للاتحاد الدولي بشكوى ضد النادي الاهلي للحصول على المستحقات الخاصه به. يعني الامور بالنسبه لي هذا الموقف بالنسبه للاهلي وبالنسبه لاجايه ايضا. اولا في البدايه خلينا نقول ان النادي الاهلي اتصرف تصرف صحيح وسليم في هذه القضيه بالظبط، وتحديدا امير التوفيق يعني لانه هو مدير التعاقدات، وعلى فكرة الوظيفة دي أهم وظيفة في النادي، لأن هذا الرجل هو اللي عنده أسرار النادي كلها. صحيح. أنا بس عايز أضيف لحضرتك إن كابتن حنان الزيني خبير اللوائح والقوانين داخل النادي الأهلي برضه جزء مهم جدا في أي قضية زي كده. بس يعني زيادة على المعلومة بتاعتك. والله أنا أول مرة أسمعها. كابتن حنان الزيني. أوكي. خالص، يعني هو خبير لوائح. كابتن حنان الزين هي المسؤولة عن القوانين واللوائح داخل النادي الاهلي، هم يعني في طبعا ادارات بتبقى موجوده داخل النادي الاهلي منها كابتن حنان الزين مع مدير التعاقدات بتساعده. يعني هنتكلم عن النادي الاهلي، تصرف تصرف صحيح وسليم في هذه القضيه، وأجايه هيخسر الشكوى اللي رفعها في الفيفا. لكن خليني بقى اقول لك القانون بيقول ايه، وفلسفه أوضاع وانتقالات اللاعبين مثل هذه النوايا من القضاء. تمام. هل النادي مجبر أن يحتفظ بلاعب في القائمة الأصلية هو مش عايزه؟ صحيح. فنياً لا. فنياً لا. لا. لذلك اللوائح دعمت موقف النادي ودعمت المبدأ العام. إيه هو؟ أن اللاعب ياخذ مستحقاته المالية كاملة، لكن النادي غير مجبر على قيد اللاعب في القائمة الأصلية لدى الاتحاد علشان يشارك في المباريات. تمام. لاعب خلاص كبر مستواه بقى أقل، النادي مش عايزه. مش حق النادي إنه ما يسجلش هذا اللاعب. ولكن النادي ملزم بحاجتين اثنين. أول حاجة مستحقات اللاعب المالية ياخدها كاملة. تاني حاجة إن اللاعب يتدرب للمحافظة على مستواه من الناحية الفنية. أقولها تاني. النادي ملزم بتدريب اللاعب. هو فعلا النادي الأهلي ما منعوش، ودي حاجة برضه مهمة جدا جدا. إذا لو نيجي نشوف الموقف على الطبيعة، النادي الأهلي لم يخطئ في شيء. النادي الأهلي دفع الدفعة المقدمة للاعب في موعده. كويس. النقطة الثانية، اللاعب بيتدرب مع الفريق عادي خالص، خلي بالك. مع الفريق. مش بيروح يتدرب مع الناشئين. مش لوحده حتى ولا لوحده ما ينفعش. ولا لوحده. خدت بالك سيادتك؟ المهم لما نشوف الموقف كده، النادي الأهلي لم يخطئ في شيء. طيب اللاعب راح يشتكي من النادي الأهلي. هيقول لهم إيه؟ إيه خطأ اللي عمله النادي الأهلي؟ إيه بقى؟ مفيش. طب قائمة الانتظار دي تعتبر ايه؟ قائمة الانتظار في بعض الناس نزلوا انه يقول لك ده اختراع عمله الاهلي. ده لا اختراع عمله الاهلي ولا اي حاجة. قائمة الانتظار دي بتعملها كل الاندية الاوروبية لما تكون مش عايزة لاعب من اللاعبين. كويس؟ بتحطه وتعلن ان اللاعب ده على قائمة الانتظار، او لا اسمها مش قائمة الانتظار، اسمها قائمة الانتقالات. والأندية الرغبة في انتقال اللاعب اللي هي تتقدم للنادي الاصلي اللاعب وتطلب اللاعب من ناديه الاصلي. وده اللي بيحصل، اللي هو يعني ده مكان لعرض البيع بالنسبة للاعب. انا مش عايزه، احنا مش عايزين اللاعب، والنادي اللي عايزه يتفضل. فده تصرف قانوني سليم بيحصل مع كل الأندية. وفي أوروبا يمكن سيادتك سمعت التعبير دوت عشرات المرات في الأندية الأوروبية. فالنادي الأهلي لم يخترع شيء، النادي الأهلي تصرف التصرف الطبيعي في حالة عدم رغبته في استمرار
لاعب، وبعدين النادي غير مجبر على وضع اللاعب في القائمة الأصلية وتسجيله لدى الاتحاد. لكن خلينا بقى من جانب آخر، في حاجة مهمة في هذه الحالة، من حق اللاعب إذا ما اتحطش على في القائمة الأصلية وسجل في الاتحاد اللي هي يوم 7 أكتوبر آخر حاجة، إنه يطلب إنهاء عقده، من حق اللاعب. طب ما هو طبيعي يا استاذ محمد، مش يوم 7 اكتوبر مجرد انا مش موجود في القائمه ان انا خلاص عقدي كده يعني اتفسخ، ولا من جهه النادي؟ لا ما اتفسخش. ليه اتفسخ؟ بيفضل موجود برضه. اوكي، شوف لازم نفهم العلاقه بين اللاعب والنادي في حاله اللاعب الهاوي وفي حاله اللاعب المحترف. في حاله اللاعب الهاوي علاقه اللاعب بالنادي بقيده في القائمه الاصليه لدى الاتحاد في اللاعب الهاوي، اما في اللاعب المحترف علاقته بناديه بعقده مع ناديه بغض النظر عن قيد في القائمة الأصلية من عدم. يعني انا دلوقتي اوكي، انا سؤالي بقى ما دام كده انت وضحت لي الامور هنا. 7 اكتوبر جه واجاي ما يعني ما تحطش في القائمة الأساسية او القائمة الخاصة بالنادي الاهلي، لكن في يناير لو في نادي طلبه وهو حب ينتقل ليه، وضعه ايه؟ لا مش في يناير، 8 اكتوبر لو النادي طلبه. اوكي، يروح، لان يروح من غير ما النادي الاهلي يعني لا يستفاد ماديا. النادي الاهلي ما جاب اجايه مش دفع فيه فلوس ودفع للنادي فلوس، اللاعب يروح بدل مش ما تسجلش يروح. لكن النادي الاهلي يستحق تعويض مالي. طيب حلو، ما يروحش ببلاش. ده بالنسبه لثمانيه. طب عشان انت كده عشان كده انا قلت برافو النادي الاهلي. صحيح. طب بالنسبه ده ليناير، قصدي ل 8 اكتوبر او اخر يوم، طب في يناير دي جزء مختلف ولا هو نفس الوضع؟ انتقالات شتويه. عندما ينتقل لاعب من نادي الى اخر يتم الانتقال على اساس النادي المنتقل اليه اللاعب. هل قائمه النادي المنتقل اليه اللاعب مفتوحه ام مغلقه؟ لان نفترض ان اللاعب هينتقل لاحد الانديه الخليجيه، والنادي الخليجي هتغلق فتره القيد عنده 1/11 ماشي، واحنا عندنا هنا اغلقت فتره القيد في 7/10. تمام، ينتقل اللاعب ولا ما ينتقلش؟ ينتقل. ليه؟ على اساس فتره القيد في النادي المنتقل اليه اللاعب مفتوحه ولا مغلقه؟ مالناش دعوه بمصر هنا. انا ليا دعوه بالنادي المنتقل اليه اللاعب، فتره قيد مفتوحه ينتقل. أوكي، مفيش مشكله. تمام، لذلك برافو النادي الاهلي في هذا التصرف، لان اللاعب هنا بقى لو عاوز يلعب كوره يعني حابب انه يلعب. صحيح. فهيقول لي النادي الاهلي انا عاوز انتقل، بتقول له اتفضل شوف لك نادي، خلي وكيلك يشوف لك نادي، احنا هنشوف لك نادي. كويس، لو حابب انه يلعب كوره. تمام، مش حابب انه يلعب كوره ويفضل موجود، يفضل موجود ياخد هو كده جاي حابب ان هو يقعد ما يلعبش كوره كده. لا، اللي بيلعب كوره بيحب يلعب كوره، يعني انت هتبص تلعب على الشهرين ثلاثه. طب انت